مصطفى دخل يعني يمكن امير يدي شاركنا بالكيكه مو مصطفى دخل طبعا صغير. لا هاي الكيكه ما شاء الله تكفي لي الكل انا اقول طبعا منورنا مصطفى اهلا وسهلا بكم حلقه جديده من برنامج على البايسكل هذا سلايف على البايسكل البايسكل اليوم ويانا منو ها اول شيء اول شيء قبل لا نحكي على البايسكيل والمشاكل اللي صار وياك البايسكيل والبنشر اللي دائما صاير وياك نقول لكم كل عام وانتم بخير يا مصطفى كل عام وانتم بخير يا جلال نتمنى لكم سنه سعيده يا رب يا رب يا رب سنه خير وصحه وعافيه على الجميع الجميع وان شاء الله يا سنه 21 نشوفكم كانتكم عرسان لا انا متزوج الحمد لله اشكر لا ما لا سعوا فيهم على العرسان وهالامور لا مو جلال اليوم ما بقى واحد بالقناه ما قال ان شاء الله فحيديش طقت روح من هاي الامنيه اي ولا ما اعرف ميامي داعي اليوم كل بالزواج انت ليش لحقنا الناس مصطفى سولفنا هسه شنو صار وياك ب 2020 شنو الحلو شنو المحلو والله بلش بالمحلو حتى بعدين نروح للحلو هو صار شغلات حلوه تمام وهاك وشغلات مو حلوه كل شيء حلو قصدي قدام الشيء مو حلو صحيح المو حلو قعدت بالليل تمام فقلت اتعشى هذا موقف هو الاشياء المو حلوه اللي صارت ب 2020 أي. ايوه انت مو حلو مو بدايه أي. حتى بعدين نروح للحلو يكون أي. افضل أي. فالمو حلو لما تقعد بالليل جوعان اوكي وماك واحد يسوي لك اكل تقعد تمن البانيه ويلي تاكلهن باردات اشياء المو حلوه سوداء هاي المحلوه المو حلوه الحلو لما تقعد هم بالليل تقعد تمن البانيه تلقاها حاره تاكلها هاي الحلوه حلو. من يحمي الكياب بالليل ها من يحمي الكياب بالليل مرات انا ومرات ما احميها كذا بارده شباب عوفوا التمن والباميه خلينا نروح نكمل التغطيه مالتنا اريد نسولف عن برنامج اوتو تمام شلون برنامج اوتو وياك حلو النجاح اللي قاعد نشوفه هسه ببرنامجكم فدوة طبعا توفيق لك ولزميلتنا ايضا ايه بالبرنامج تحياتنا لها سولف لنا شلون المواقف دصر وياك شلون البرنامج والله شوف يا حبيبي برنامج اوتو حاليا الحمد لله اشكر خلص صدى واسع يمكن البعض يتنمر على البرنامج كودن بعد البرنامج في بدايته تحياتي الإعلامية المقدمة وياي آية خليل اللي حاليا ما موجودة تحياتنا لها برنامج أنا وياي اشتغلنا بشكل حلو في بداية أول دخولنا القناة دبليو تي الفضائية تمام يا صاحب الفضل علي أنا وآية اشتغلنا شغل حلو أوكي سوينا فقرات اللي إحنا نقدر عليها نسويها والناس اللي حبتها ونشوف الساحة حاليا بالتواصل الاجتماعي بالرسائل اللي قاعد تجينا تمام بالانستغرام وفيسبوك او بقيت التواصل الاجتماعي حبوا هاي فقرات حلو فقره هيدفون فقره مقالب تمام بدنا نشوف على استقبال بالشارع طبعا طبعا ميامي ترين شنو انا اريد اخذ الوقت حتى بين ما ننتقل الجلال اريد انطي ورقه لمصطفى بس قبلها انا اقول لك انا وحده من المشاهدين مال برنامجكم كلش حابه فقره الهيدفون يقعدون يغنون هم ما يدرون نفسهم مصطفى عندنا فقره اسمها انه تكتب اسئله ما حد سالها لك من قبل وتتمنى احد يسالها لك اوكي فهاي الورقه والقلم انت تسال الاسئله يعني انت تكتب الاسئله وبعدين تعطيني اياها انا اقراها حلو ما احاول على البايسكل شوي عندي موضوع ويا مصطفى انا جلال انا ومسلم اثنيناتنا نطلبك فرة بالبايسكل 21 ما بيها مجال جلال ان شاء الله قدم لنا شويه يلا جيك بما يكتب جيب كاميرتك اي هسه سالفنا شلون 2020 وياك انا قبل الكواليس تقول لي كلش حلوه هاي السنه معقوله؟ انا سنه 2020 رغم كل اللي صار بيها هي من احلى سنين اللي صارت اللي مرت علي واهم شيء انه دخلت بعائله دبليو تي في قناه وطن اي نعم وتعرفت عليكم وكل واحد يعني انت فهمتني مو فهمتك اي ماكو داعي بعد يعني ابقى اسولف لا بس يعني من احلى شيء صار انه بدينا نحقق بحلمنا دخلنا مجال الاعلام ثبتنا نفسنا يعني فرحة ما تنوصف ايش قد ما اقدر يعني ايش قد ما اريد اسولف عليها ما راح نقدر نوفي ولو شيء بسيط من اللي صار ويانا كانت يعني هي باخر شهور باخر شهور 2020 دخلنا بمجال الاعلام ودخلنا قناة دبليو تي في الفضائية وهاي بدايتنا وان شاء الله مستمرين ونقدم الافضل بالسنين الجايه زين جلال هسه قبل لا نلعب نعم عندي لعبه لك الكاميرا هذه صديقتك اي قول لها فدح شاي شو وقت يجيبوا لك بطاريه مايك اي جلال بدها تعاني خطيه هي اي خطيه نور الهواء خطيه اوكي انا اريد اسال سؤال بما انه هم دخلوا فقره كلها عباره عن اكل وبامية وتمن وكيك أريد أسألك سنة 2020 شنو أطيب أكلة أكلتها بيها؟ 2020 ومنو سواها؟
لا يعني هو الاكل اللي الاكل بالبيت دائما اكل الوالده بس جربت بيها جربت ماما كان مثلها من قبل هي انا كانت عندي سفره يعني صارت بيت له سفرات 2020 حلو فسفره كانت سريلانكا جربت سمك القرش وجربت الاخطبوط قرش مره واحده اي ماله صدق اي والله يعني انا من اسافر احب اجرب يعني اول السفر انا بالنسبه لي مو بس انه اروح اكل كباب وما ادري لا السفر انه تروح انت تستكشف هو حلو لما تجرب اكلات غريبه مختلفه تشوف شنو الاذواق انت راح تشوف حضاره جديده راح تشوف تستكشف هو سفر ليش يعني صحيح ليش اروح اكل نفس الاكل اللي كنت اكله من يجون يمنا بالعراق يعني كذلك ياكلون اكل عراقي هو اكل الدوله اللي انت تروحين لها معروف اي فاحنا هم من نسافر غير دول هم يعجبنا انه نجرب الاكل الباقي بالضبط جلال زين هسه احنا هي السؤال اللي سالته ميامي من ضمن فقره 365 يوم اللي هي السنه بها 365 يوم انطينا من عندها اهم يعني مو 10 ايام انا راح اسالك عن الايام اللي بها اشياء مهمه وانت تجاوب اوكي يوم عشت بي أجمل لحظة. واحد عشرة. شنو صار؟ قابلت بالقناة. ها. حلو هذا أحلى يوم بعشرين عشرين. طبعاً. حلو. زين. أسألي سؤال. بس يكون شوية قوي. يوم سمعت بي خبر محزن. شوية إيجابي شوية سلبي. أوكي راح أقولكم أنا اليوم. بس ما أقولكم شنو اللي صار بي. لا مو شلون لازم تقول لنا انا بس اطلع فضايح احنا العالم دام لا احنا ما يصير هو هاي اخر فضيحه وهي 2020 تنتهي لا ما نذكرها اصلا ليش يعني اذا فد شيء سيء ليش تذكره وتاخذ ذاك السنه زين خلينا نخلي هذا السؤال حتى لا نعكر 16/4 هو اليوم بس ما تقول لنا شنو السبب لا ثاني بس لازم تقول لي ورا طبعا اوكي زين هسه روح يوم سويت بيه كارثه وما قلت لحد يوم سويت كارثة اي سويت كارثة مكسورة بس خفت تقول لحد هو جلال عرفت الكوارث عشان هاي غير سالفة هاي ما سويت شي والله ما سويت شي ترى فقير انا والله حباب فقير بتشوفوني عرقت فقير ما عندي مش عاد شوف لي غير سؤال معكم جربهم كلهم اوكي اوكي نشوف هسه قبل لا اروح لمصطفى واروح للاسئله اللي كتبها انا متاكد اسئله عده قويه وروح نشوف كواليس المصطفى من برنامجه وبعدها راجع لكم شعبالج مصطفى الطيب انت تمثيل السينمائي طلعت المشاعر خلصت؟ ايه مصطفى سولفني عن المقابلة سويت مسويت هذا الأصفر مالتك اللي يشيع أصلا أصفر كرهوه بالقناة صدق ليش؟ هذا يحبه لا مدير البرامج لا مدير العام حتى قميص شقيته أنا ليش؟ والله ما أقول لك بس أصفر أوكي أتذكر جيت أوكي طبعا جانا هسه خبر قبل لا نكمل نقول لك كل عام وأنت بألف خير يا بعد راسك اليوم عيد ميلادك بدول عمرك وهذا اليوم مميز مو صحيح يعني جد حلو كلش يعني حلو خجلت طبعا مصطفى لا تخجل العمر مصطفى ترى احنا ندري بعيد ميلادك يعني واحنا اصلا هاي الكيكه لعيد ميلادك شنو هاي كلها مصطفى ها شبيك شبيك شويه لا تصدق لا ما تصدق اوكي مشاهدينا نروح عندنا اتصال ناخذ اتصال ونقول الو الو مساء المحبه مساء الجمال مساء الحب مساء العافية أصدقائي وأحبتي وأخوتي الرائعين اللي الآن هم محلقين في سماء الإبداع في فضاء الحرية في فضاء الوطن في قناة WTV مساء الخير على مسلم مساء الخير على الجميلة ميامي مساء الخير على جلال الرائع مساء الخير على مصطفى الجميل يا مساء الجمال العافية عليك طبعا منورنا اليوم وكلش نفرح بهذا الاتصال الحلو شكرا ميامي يا رب بداية اسمحوا لي ان اهني الشعب العراقي العظيم الجميل الصابر واقول لك كل عام وانت بألف خير وايضا اهني بهذه المناسبة رئيس مجلس الإدارة الذي منحنا ثقة عالية كبيرة في إدارة
هذه القناة، وهو الشخص الوطني الذي يحاول بقدر كبير أن يمنح للشباب فرصة كبيرة في الإعلام، ويمنح فضاء للحرية من أجل المواطن العراقي، من أجل أن يكون عراق خالي من الفساد والمفسدين. إضافة أحب أهني صديقي وزميلي ورفيق دربي الجميل المدير الفني أنمار علي إسماعيل، وأيضا باسمكم وباسم قناة دبليو تي في أيضا أهني صديقي المدير العام سجاد السوداني، هذا الشاب الجميل الرائع الطموح الذي دائما يحاول أن يسهل لنا كل الصعوبات من أجل أن تكون قناة دبليو تي في قناة وطن، هي فعلا الصوت والصورة لكل المواطن العراقي. تحياتنا لكل مدرائنا، وتحياتنا لك يا أستاذ علي المبدع اللي اليوم إحنا كلش مفتقديك في القناة، ويا رب الصحة والسلامة لك ولعائلتك. يا رب سنة خير وفرح وسعادة عليك. الله أخليكم، شكرا. شونك مصطفى؟ شونك جلال؟ حبيبي حبيبي أستاذ علي، كل عام وأنت بألف خير، ويا رب إن شاء الله صحة وسلامة، وشيء أكيد مكانك خالي بيننا موجودين يعني تمام، ويمكن تقرب واحد إحنا مقدمين برامج نشوف أستاذ علي السوداني أقرب شخص إني يعني كثر علاقة قمت من خابرة ما قلت أستاذ ها بابا شلونك؟ احنا متعودين من نطب للبيت اول شخص نسال عليه وين ماما؟ اسال وين ماما؟ وين ماما؟ لا. من ادخل للقناه اول ما اسال وين استاذ علي؟ موجود استاذ علي؟ حتى بالبيت، حتى البيت لما يخابر استاذ علي وكذا حتى الرزاله ما تحب. اي والله. كم واقعين غير جيران؟ يعني انت رزيني يمي؟ انتم مندي حقيقه. ما رزيني يمي؟ لا هو رزاله يعني. نقاشات. وحقيقه انا اشوف بيكم الان مستقبل مهم. أشوفكم الآن بعد حوالي أقل من 6 أشهر سنة كيف راح يكونون شباب حلوين في قمة الطاقة، في قمة الجمال، في قمة الحيوية. إحنا شركاء بهذا النجاح، إحنا شركاء بهذا النجاح، صدقوني أنتم شركاء المحبة، أنتم شركاء الجمال، أنتم شركاء الإبداع. بيكم يعني ترتقي القناة، وكليتنا احنا كإدارة قناة دائما نكون في خدمتكم من أجل أن توصلون صوت المواطن الحقيقي، صوت الشعب. أنتم صوت الشعب، كل عام وأنتم بألف خير، واعذروني يعني المرض خلاني أبتعد عنكم شوية. ما بغير العافية الآن أنا من جاء أشوفكم من خلال الشاشة، أنا جدا سعيد جدا سعيد أنه جاء أشوف نفسي في كل واحد بيكم. كل عام وأنتم بخير، وكل عام الشعب العراقي بألف خير. وشكرا إلى الحشد، شكرا إلى الجيش، شكرا إلى الشرطة، شكرا لقواتنا الأمنية، شكرا لسواعد ولد الملح الحشد الشعبي اللي لولاهم إحنا اليوم ما كنا قاعدين ونحتفل بذكرى حلول العام الجديد. شكرا لهم والرحمة والمغفرة للشهداء، وأنا كلش أحبكم وأترككم. أستاذ علي قبل لا تروح، جلال جلال خطية. هذا جلال خطية. دكتور دعايتك. جلال طبعا جلال يعني أنا متأكد يا جلال، وهاي يعني أقولها أمام الجميع، برنامج بايسكل راح يكون من البرامج المهمة الملفتة للنظر، لأنه دائما يعني نلفت الانتباه لقضايا مهمة عن طريق بايسكلك الخطير. حبيبي دكتور أكيد بوجودك، كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله نشوفك بعد المراتب ودائما ويانا وإن شاء الله. باش طلع على جلال. اي والله ده انتظرك انت، خابرته ام على سني. شكرا لكم، وشكرا لإدارة قناة دبليو تي في قناة وطن اللي دائما لها مساحة وفضاء كبير من اجل المواطن العراقي. شكرا لكم، وشكرا لإدارة القناة ولرئيس مجلس الإدارة، وكل عام والشعب العراقي بألف ألف ألف خير. تصبحون على خير اصدقائي. وانت من الف خير استاذ حبيبي استاذ، حياتنا لك. طبعا كلش مفتقدين وجودك. صار مرتين نسوي لنا داخل القناه، صار مرتين نصير ويانا في حلقتكم انت الضيف. اي وهسه صار مرتين بعد شو تريد؟ هاي مفاجاه. طبعا مشاهدينا مستمرون وياكم، نروح نشوف كواليس على البايسكل مال جلال ونرجع. لا ستار نهار وشون ممكن ننضم يعني اذا الكاميرا جاوب الطير يا مراد الملك شهريار وهو من الملوك السعد. نعم.
احمد الجابي. واحنا هنا بالفلاحي فهنا حركات اعلام انتوا حركه ريت يعني اعلام يلا انا كنت طالع كلكم على البايسكل يلا واحد اثنين ثلاثه على البايسكل امين ده سيدنا انا ما ادري اقدي وسنه حلوه يا جميل لا هاي مو مالتنا تغني والله ما اعرف اغني البس كنت ورده وكنا العراق يا بتعبت والله ما حافظها ما اسمع اغاني موطني ترررر الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه في رباه اي جلال لا انا اول سؤال شنو؟ شنو سالفتك ويا الكلاب تركض وراك؟ انا عندي عقده كانت من انا صغير ويا الكلاب. اي يعني هو بس يشوفني من بعيد هيك هذا لازم الحقه. يعني هو يعرف خوفك هو يشوفني عظمه. من عندهم؟ لا ما عندي شيء وياهم بس هم يعني عداوه اكو هيك من الصغر. مرات اكو فوبيا من الموضوع يعني انا بس انا يعني مربي كلاب قبل يعني ما عندك فوبيا. لا لا بالعكس بس هم ما يحبوني. زين قل لي شلون انهزمت من عندهم؟ صعدت لك على تانكي يعني على هذا اللي قدامي بالحلقه قدامي دراجه أي. واني بايسكل وهذاك يمشي على كيف؟ لك بابا روح ورانا ست كلاب نروح لما عبرنا انا يرد احكي عليه زي بابا نويل وشنو شان شعورك؟ شلون جتك هاي الفكره تسوي هيك شيء؟ طبعا لازم ضروري اليوم لو لابسه مال بابا نويل انا ياك ننسق جيبوه ذاك انا اسولف هابي نيو يير جلال يعني مو لبسته لبسته بالحلقه مال اليوم حلو لا سولف لي يلا الحلقة زي. هاي فكرة الدكتور علي حلو والمونتير اللي كان وياي مخرج بهاي الحلقة وكلش أشكرك حبيبي علاوي يعني كان مبدع بالحلقة صراحة وتعب كلش هواية ويعني شغله هو والمخرج رسول همين ويانا كان ساعدنا بالسكريبت وهالأمور كانت لمساتهم مميزة الفكرة كانت فكرة الدكتور علي سوداني وبنت على اساسها يعني رتبوها الشباب كانت انه بمكان ما يطلع بابا نويل كل سنه يوزع هدايا احنا هسه كنا مقبلين يعني على فيروس جديد دخل يعني الكوفيد 20 اي نعم فبمكان ما ننطي هدايا كانت الفكره نوزع كمامات انه نخلي الناس تلتفت وهذا الفيروس تحمي نفسها تحاول انه تحمي نفسها من هذا الفيروس يعني العام مثل ما شفتوا العام كانت اغلبيه العالم ما التزموا بالكمامه ما التزموا صحيح. بالتعقيم صح. هو ولحد الان اكو ناس ما تؤمن بشيء اسمه فيروس ما يصدقون بهذا الوجود ما احنا اغلبيتنا انصابينا وعدت من عندنا وبعد هسه اكو ناس زين جلال على طار الكمامتك وهذا مال التعقيم ايه. شفتك هسه بالكواليس واقف يوم جامع تقول له والله ما قد ياني هاي بنيه مو شفت له وزعني كمامات فوقفت لها يم وقفت يم الجامعة مالتها يعني ابغى هذا ابيع شلون اسوي لي هيك؟ شنو هيك؟ زين ما شافت المصور؟ مين اطب لي شاي؟ زين بابا نويل ما شافته؟ لا شلون اسوي لي هيك؟ رجعت وخيتها حقمت لها الجامعة اوكي سالفنا بعد شنو المواقف صارت وياك بالبايسكل؟ هو انا اريد اسالك لا بهذا الزي شنو الموقف اللي صار وياك من كنت لابس هذا الزي؟ هم شفت جهال التقيت وياهم شنو كانت يعني فرحتهم من يشوفون انه بابا نويل وزي تمنيت اشوف اطفال بهذا اليوم ما لقيت اختفوا يعني من الوجود؟ ماكو جهال ماكو شنو السالفه جلال ما ادري ايش يعني انا يصير بيا مواقف ما ادري وش لابس يصير بيا مواقف بالبايسكل هنا ما تنقال بس ما تنسي اوكي هسه من جلال نرجع لمصطفى ابدا اشوف الورقه الطين اللي اسالك شوف انا كتبت الشاش بسيطه بس انت اذا عندك اشياء صعبه مين اوكي خلني اسالك تسالين انت لو اسالها انا يلا كيفك انت واحد انا واحد كمل وارجع لي غيرهم بعد افضل اشوفهم كم مره ارتبطتي؟ والله ما اول سؤال شنو هذا اول سؤال؟ ارتبطت اي كم مره انت قلت لك فكتبت لك اشياء فانت انا اشوف يعني تعوفي ورقه أي. انا اشوف انا افضل تاخذ ورقه شلتها من يمك زين كم وجبه تاكل في اليوم؟ يعني هذا السؤال اللي تتمنى حد يسأله والله ما اعرف اي والله انا عندي اسئله ما حد سالني كم مره تاكل في اليوم؟ خير من بدايه دخولي كل وجبه ثلاث مرات المهم تسعه
كل وجبة ثلاث مرات. كل وجبة ثلاث يعني كل يعني صرايك ثلاث مرات وبتغدى ثلاث مرات على ثلاث مرات. فيك وين دي روح؟ اوكي بس نشوفك ما شاء الله وعدك. مرتاح زين عندك سؤال شنو رأيك؟ أفضل الأسئلة يا أنت ما قلت لك أفضل الأسئلة تمام؟ وخلي الأسئلة من ما قلت شو ما سألت الأسئلة؟ أعطيت الأخير محرجة. لا لا أو في الأخير ليش؟ ليش كتبت جاي؟ لا ليش لا لا تسأل هو هذا الفقرة لازم إي سألي ليش والله ليش والله؟ سألي منو خانك؟ سألي مصطفى منو خانك؟ ليش هذا السؤال اختاريت تكتبه ونسألك إياه؟ ليش مأثر بك شخص الخانك؟ يلا يا مجروح يلا مصطفى ليش تفلت يلا يا مجروح يلا مصطفى مصطفى يلا لازم الناس تسمعك هاي بعد تورطت نفسك بالسؤال والله هيجي قال لي اسأل اكتب لي السؤال وانا كتبت السؤال منو خانك بعد خانك زين شنو رايك بالسوشيال ميديا هو سؤال احنا كنا محضرين لك وانت هم كاتبه يعني نريد نفهم تمام بشكل عام تمام خلينا نقول 75% نعم اشياء حلوه اوكي بس المشكله احنا اللي نواجهها مو حلوه يمكن تواجهونها انتم همين تمام لما نشوف شخص عنده برنامج على قناة على فلان قناة اي نعم طالع اللي قاعد بالبيت في غير حسابات اي نعم يشتمك حسابه الاصلي يمدح بيك صحيح ها يعني وحين جاي نشوفه نشوف التنمر نشوف اغلبيه البرامج اللي موجوده البرنامج الصاعد يقصف بالبرنامج اللي بعده استوى بعد جديد صحيح يتنمر عليه ولا هو كان في بدايته نفس اللي برنامج اللي تقعد مشتغله زين احنا سمعنا ايدا سوي لك مشاكل وهاي امور سويت لك مشاكل ايام ضوجتك لو حلو البرنامج وياها اشوف بنيه على كتله تضحك كتله ما تضحك عليها تشمت فيك هي تشمت فيك يعني كل المقالب اللي تصير مال اوتو تمام تضحك كم مره مكتوب قبل يومين شفت حلقه لهم يعني خطيه مصطفى ماكو مكان اصلا يفلت من عندي حتى قال المصور بصور اردفت المصور ممكن نطلع على المسدس مو اي طلعوا حتى المسدس كم مره انقتلت من بدأ أوتو لحد هسه واي 19 حلقة وفي حلقة بيها حلقة كتلة لا المقلب بيها أربع كتلات وبتحسب زين مصطفى هذه المقالب يعني احنا من شفنا طلع لك واحد مسدس هذه المقالب انتوا تدبروها يعني مفتعلة لو متفقين عليها لو على صدفة تجي لا على صدفة تمام احنا نشوف الناس اللي موجودة ويانا تمام فنسألها شارك كان فقره شنو بس هو ما يدري مقلب لا فقره شنو يستفز كلش يستفز الضيف فقره شنو فقره جاوب اربح اي اسمها فقره فهم يحبون يعني بها جائزه وكذا ولا شنو اي نعم فايه هي اللي تسال وانا اللي اشتغل المقلب فايه تدفع الشخص اللي موجود ويانا يعني اللي هو الضيف اوكي فاصير المقلب لا مره شالوني على فقرة مالت فلوس يا اخي نزلني قال لي ما نزلك والله وين مودينا والله ما خلنا شيء نيتي بعد ما خلى ايه دبي الفلوس بالقاع الله يعني. اوكي الله خلها صوفي الجميل جلال الوسيم الراقي شكرا لكم على كل هذه القعده الحلوه والاسئله بس قبل لا نطلع اسئله واروح للفاصل اطلع لنا واحده من الامنيات جذبتني هاي الاوراق اللي بايدي هاي الامنيات اللي اخذتها من الشارع اي واحده من عندهم واحده من عندهم لازم قبل لا نطلع فاصل اوكي انا حسول انت اختار لا لا انت 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 من يمك امنياتك انت كاتب من بيدك لازم هم العالم كتبوها مو امنياتي هاي اقران اقران يقول المخرج عندنا اقران جلال مو بس وحده خطيه الباقين هم من امنياتهم احنا قلنا لهم افتحها بس جي تمام اقران افدتني هيج رقم 8 هاي الامنيه كانت اذا موجوده ما اعرف خليها هم اي نعم بنيه كتبت اعلاميه هي تدرس بمعهد اعلام كتبت اتمنى اصير اعلاميه مشهوره تتمنى صار إعلامية مشهورة يا رب تتحقق هاي أمنيتها ناخذ ورقة الأخ هاي الأمنية الثانية يلا قراها من بنية اسمها هدى كتبت I wish my dreams not over not over أي إنه تتمنى إنه تكون أمنيات أمانيها ما تنتهي أوكي جلال نتمنى لكل هذه الأوراق اللي بيها أمنيات تتحقق لكل الناس اللي يتمنى